من خلال المخطط الذي أمامك، ادرسه جيدا ثم اختر ما يناسبه. هنا حضرتك جايب له مركب صيغته CnH2n-2 اللي هو الاي ساي اللي هو C2H2، هعمل له بلمرة ثلاثية حلقية. بلمرة ثلاثية حلقية هتعطي لنا البنزين اللي هو C6H6. حلو، بعد كده حوله إلى CnH2n، بزود هيدروجين بضاف له 3H2، يبقى هنا العملية دي اسمها عملية إيه حضرتك؟ ده هيبقى هيكسان حلقة. فبيقول لي هنا إكس قد تمثل عملية اختزال؟ لا. إكس قد تمثل عملية هدرجة؟ لا. سي هيدروكربون غير مشبع؟ لا مشبع. سي هيدروكربون مشبع مغلق السلسلة؟ أيوه، الهكسان الحلقي مشبع ومغلق السلسلة. اللي بعده، من خلال المركب اللي قدامي ده هيبقى C6H6O هو الفينول، هعمل له عملية اختزال هيعطي لنا C6H6 بنزين. ها قال لي هنعمل له واي هيعطي لنا سي. شوف بقى هو في السؤال قايل لك ايه، فاذا علمت ان سي هيدروكربون اروماتي يبقى طلوي. والعمليه دي هتبقى عمليه ايه؟ الكلى. بيقول لي اكس قد تمثل اختزال، اقول له ماشي. واي قد تمثل هدرجه، لا الكلى. واي قد تمثل هدرجه، الكلى. واي قد تمثل، واي تمثل الكلى، تمام. واكس قد تمثل اختزال، حلو. اسئله جميله ورائعه. السؤال اللي بعده بيقول لي من خلال المخطط الذي امامك ادرسه جيدا ثم اختار ما يناسبه. اذا علمت ان سي هيدروكربون اليفاتي يبقى ده هو الهكسان حلق، وده هو هيبقى بنزين C6H6، واللي يحول البنزين لهكسان حلقي يبقى ديت عمليه هيدروجين. طيب وده هو هيبقى مين؟ فين؟ وعشان يتحول لبنزين يبقى حصل اختزال، تمام كده. يبقى حضرتك دلوقتي بيقول لي اكس قد تمثل عمليه اختزال، اقول له حلو. واي قد تمثل هدرجه، اقول له حلوين كويسين برافو عليك. شوف اللي بعده. السؤال